طبعا أصدقائي الأعزاء، يعني بعد ما بدأت حصل عطل يعني في الكاميرا، فتوقف الفيديو ما كنتش واخد بالي، بس وصلنا للمرحلة دي. إن شاء الله نكمل مع بعض بقية الفيديو إن شاء الله وبقية الرسمة إن شاء الله. يا رب ما توقفش تاني وما يحصلش العطل ده مرة تانية.
أصدقائي الأعزاء، يعني كمان اللي أنا كنت متوقعه حصل فعلا في التصوير، والكاميرا ما اشتغلتش وكنت بشتغل بدون تصوير وبدون أي حاجة. فطبعا إن شاء الله المرة الجاية تكون التصوير أفضل، وإن شاء الله لا تنسونا في الاشتراك واللايك والكومنت. شكرا جدا أصدقائي الأعزاء.